بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ما طلعت الشمس وما صليت الخمس وما تألق البرق وما سبح الرعد وسلم تسليما كثيرا. سلام الله عليكم ورحمته متابعي قناة الأعزاء في كل مكان. سعيدة بلقياكم مع هذا الفيديو الجديد ومع أسرار وخواص اسم الله تعالى الخافض. فتعالوا معي وتابعوا معي حتى نتعرف على بعض من أسرار هذا الاسم الجليل. الخفض في اللغة هو ضد العلو، ومعناه الانكسار والإذلال واللين. والله سبحانه وتعالى هو الذي يخفض بالإدلال أقواما ويخفض الباطل حتى لا يعلو على الحق، وهو المذل لمن غضب عليه من عباده ومسقط الدرجات لمن استحق ذلك من العباد. عدد هذا الاسم بالألف واللام الخافض 1512، وبدون ألف ولام خافض 1481. من خواص هذا الاسم الجليل أنه يصلح للدعاء على الظالم والفاجر المؤذي، فمن ذكره بعدده بصيغة الخافض 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 1512 مرة في جوف الليل والناس نيام بنية خالصة وصدق توجه لله، كفاه الله سبحانه وتعالى شر عدوه ونصره وأهلك عدوه. ومن كان يعاني من كثرة الأعداء حوله فليتخذه وردا يوميا ويذكره بعدد 500 مرة في جلسة واحدة في أي وقت تيسر له، يعني ليست مشروطة بوقت، فإن الله سبحانه وتعالى يذل أعداءه وينصره عليهم ويحفظه من كيدهم ومكرهم، فله تجليات عظيمة 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 جدا في النصر على الأعداء. أما بخصوص المرض فهذا الاسم الجليل يصلح ذكرا ووردا يوميا للناس المصابين بارتفاع ضغط الدم، فهذا الاسم الجليل له أثر عظيم عظيم جدا على هذا المرض. فمن كان مريضا بارتفاع ضغط الدم فليداوم على ذكر يا خافض 1481 مرة يوميا. رزقنا الله وإياكم بتجليات هذا الاسم الجليل، وحفظنا وإياكم من شر كل حاقد وظالم ومعتد لا يخاف يوم الحساب، آمين يا رب العالمين. كانت هذه فائدتنا لهذا اليوم، أرجو من الله أن تكونوا قد استفدتم منها وتعرفتم على خواص هذا الاسم الجليل. أشكر لكم متابعتكم وأقول لكم دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.